بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، وأخص الصف الثاني الثانوي، اليوم لقاء متجدد على منصة البث المباشر. معنا درس من أهم الدروس في الصفين الثاني والثالث الثانوي، معنى الرومانتيكية، وأيضا معنى نص رائع لخليل مطران. أعزائي الطلاب، كما اعتدنا نأخذ الدروس على النظام الحديث، نتناول الدروس بالطريقة الحديثة لننمي المهارات بفضل الله تعالى وبعونه. كما تعودنا عليكم أن تتفاعلوا معي، عليكم بإرسال الإجابات التي ترونها صحيحة أو أقرب إلى الصواب من وجهة نظركم، وسأقول بعض الأسماء التي ترد إلي إجاباتها. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اختر الإجابة الصحيحة. فيما يلي سمات المدرسة الكلاسيكية ما عدا: الألفاظ تتصف بالجزالة والفصاحة ووضوح الفكر، الحرص على التصريح في مطلع القصيدة واستعارة الصور من القدماء، الالتزام بالوزن الموحد والقافية الموحدة مع التجديد فيهما، شيوع الحكمة والتأثر بألفاظ القرآن الكريم. أعزائي الطلاب، عليك عزيز الطالب، عزيزات الطالبة، أن تقرأ جيدا وأن تتفهم المطلوب لتحاول الإجابة عنه. فيما يلي سمات المدرسة الكلاسيكية ما عدا، أي كل ما يلي هو من سمات المدرسة الكلاسيكية، إلا ماذا؟ البديل الثالث هو البديل الصواب. لماذا؟ الالتزام بالوزن الموحد والقافية الموحدة، نعم، ولكن لم يكن من سمات المدرسة الكلاسيكية التجديد فيهما. الألفاظ تتصف بالجزالة، نعم، الفصاحة، وضوح الفكر، الحرص على التصريح في مطلع القصيدة، واستعارة الصور من القدماء، نعم، من سمات الكلاسيكية، كذلك شيوع الحكمة والتأثر بالقرآن الكريم الفاضل. الإجابة المطلوبة. لاحظ عزيزي الطالب وأنت أيتها الطالبة، اختر الإجابة المطلوبة. ما مظاهر تأثر خليل مطران بطبيعة لبنان الخلابة؟ كل ما يلي صواب إلا. إذن هو يقول اختر الإجابة المطلوبة، لأنه هنا لا يريد الإجابة الصحيحة، هو يريد اختيارا مناسبا. كل ما يلي صواب إلا ماذا؟ نمو خياله ونقاء إحساسه، جمال تصويره، اتجاهه نحو الرومانتيكية، التمسك بالوحدة العضوية. مظاهر تأثر خليل مطران بطبيعة لبنان الخلابة، كيف أثرت فيه طبيعة لبنان؟ أثرت فيه في كل ذلك ما عدا ماذا؟ أعزائي الطلاب، أحثكم على الإسراع بإرسال الإجابات. أية الإجابات هي المطلوبة؟ أعزائي الطلاب، المدرسة الرومانتيكية في الصف الثاني وفي الصف الثالث أيضا، وهناك معلومات قيمة للغاية ومهمة جدا، هي موجودة في الصف الثاني ويسأل عنها في الصف الثالث. مثل ماذا؟ مثل تغيير خليل مطران وتطويره في القصيدة. المعلومة موجودة لدينا الآن في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. التمسك بالوحدة العضوية، الله، نعم، أثرت طبيعة لبنان في خليل مطران. في ماذا؟ في نمو خياله ونقاء إحساسه وجمال تصويره واتجاهه نحو الرومانتيكية، نعم، رغم أن خليل مطران اتجه نحو التخلص من وحدة الوزن والقافية وخطأ نحو الوحدة العضوية، إلا أن ذلك لم تكن الطبيعة الجميلة للبنان سبباً له. إذن طبيعة لبنان أثرت في نمو خياله ونقاء إحساسه وجمال تصويره واتجاهه نحو الرومانتيكية، ولكنها لم تكن سبباً في تمسكه بالوحدة العضوية.
ننتقل إلى سؤال آخر مهم للغاية وصياغته مهمة للغاية. اختر الإجابتين الصحيحتين على الترتيب. تمثل الاتجاه الوجداني عند مطران في أنه يرى الكون من خلال، وهذا الاتجاه الرومانتيكي في الأدب الغربي. البدائل هنا نختار منها بديلين مناسبين لوضعهما مكان النقاط. تمثل الاتجاه الوجداني عند مطران في أنه يرى الكون من خلال، من خلال ماذا؟ من خلال ماذا؟ من خلال أحاسيسه الذاتية. نعم، وهذا يماثل أم رومانتيكيته أم عدسته أم يقابل الاتجاه الرومانتيكية في الأدب الغربي؟ يقابل، ولكن وردت إلي إجابات غير صحيحة. هم يختارون البديل الثاني يماثل، وهذا الأمر غير صحيح. يماثل أي يشابه لدرجة المطابقة تقريبا. اتجاه خليل مطران نحو الرومانتيكية لم يكن مماثلا مطابقا لرومانتيكية الأدب الغربي، هو قلد الأدب الغربي. ننتقل إلى سؤال آخر. ما السبب الأول لرومانتيكية خليل مطران؟ هل نشأته في ربوع لبنان بما فيها من سحر وجمال؟ تأثره بشعراء الرومانسيين الفرنسيين حين فر إلى فرنسا؟ تأثره بالثقافة الفرنسية بصفة عامة حين كان في فرنسا؟ وجدوا أن الشعر يحتاج إلى مزيد من التطوير. ما السبب الأول لرومانتيكية خليل مطران؟ عليك بالتركيز جيدا، لأن كل الإجابات صحيحة، ولكنه يحتاج الإجابة الأدق، يحتاج الإجابة الأكثر دقة. ما السبب الأول لرومانتيكية خليل مطران؟ كل هذه أسباب لرومانتيكيته، ولكن السبب الأول في ماذا يتمثل؟ البديل الأول أم الثاني؟ أحسن الله إليكم جميعا. السبب الأول، ظننته سؤالا صعبا ولكنكم على درجة عالية من الجودة والإتقان. نعم، نشأته في ربوع لبنان بما فيها من سحر وجمال. وإليك التوضيح، أسباب اتجاه خليل مطران إلى الرومانسية. السبب الأول، نشأته في ربوع لبنان بما فيها من سحر وجمال أثر في نمو خياله ونقاء إحساسه وجمال تصويره. السبب الثاني، تأثره بشعراء الرومانسيين الفرنسيين وبالثقافة الفرنسية بصفة عامة حين كان في فرنسا. ذكر أيضا، ولا يخفى أن رومانتيكية مطران سببها الأول هو تلك الطبيعة الخلابة في لبنان. إذن السبب الأول لرومانتيكية خليل مطران نشأته في ربوع لبنان بما فيها من سحر وجمال. اختر الإجابة الصحيحة. بما اهتم خليل مطران؟ هل التخلص من الوزن الواحد والقافية الموحدة؟ تحليل العواطف وتقدير الحب والخير والجمال؟ الوحدة العضوية وترابط الأفكار القصيدة؟ استخدام اللغة السهلة والبعد عن غريب الألفاظ؟ أسرع عزيز الطالب، عزيزات الطالبة، اختر البديل. ولكن السرعة هنا ليست مطلوبة بقدر ما يطلب الدقة في الإجابة، عليك بالتدقيق في اختيارك أولا. بما اهتم خليل مطران؟ خليل مطران اهتم بالتخلص من الوزن الواحد والقافية الموحدة وتحليل العواطف وتقدير الحب والجمال والخير، أم بماذا؟ أم بالوحدة العضوية؟ اهتم خليل مطران بتحليل العواطف وتقدير الحب والخير والجمال. وإليك التوضيح، اهتم خليل مطران بتحليل العواطف الإنسانية وتقدير الحب والخير والجمال كمثل يتغذى عليها الأنقياء من البشر. اختر الإجابة المطلوبة. فيما يلي مظاهر تطور القصيدة على يد خليل مطران ما عدا؟ ارتبطت بالأوزان التقليدية والقافية مع التجديد في بعضها،
جاءت جميلة التصوير ممتزجة بصور القديمة والحديثة. جاءت جميلة التصوير ممتزجة بصور القديمة والحديثة. بعدت عن الألفاظ النابية وجاءت تجمع بين الشاعر والمتلقي. أصبحت كلا متماسكا تربطه وحدة الموضوع والعاطفة. هذا سؤال مهم للغاية، مهم كثيرا، يهمكم في منهج الصف الثاني والثالث أيضا. هو موجود كمعلومة في الصف الثاني، ويسأل عنه في تدريبات كتاب المدرسة في الصف الثالث. تطورت القصيدة على يد خليل مطران، هو يذكر في الصف الثالث هذه العبارة. من المعروف ما قام به خليل مطران في تطوير القصيدة، المعروف نأخذه نحن في هذه الشريحة. نعم، إجاباتكم صحيحة، البديل الثاني والبديل الصواب. لماذا؟ نعم، جاءت جميلة التصوير القصيدة، ولكنها لم تكن ممتزجة بالصور القديمة والحديثة. إذا تطورت القصيدة على يد خليل مطران بأن ارتبط بالأوزان في هذه القصيدة، ارتبط خليل مطران بالأوزان التقليدية والقافية مع التجديد في بعضها. جاءت التصوير الصور جميلة، بعدت عن الألفاظ النابية، جاءت تجمع بين الشاعر والمتلقي، أصبحت كلا متماسكا تربطه وحدة الوزن، وحدة الموضوع والعاطفة. ننتقل إلى القصيدة. قصيدة من تأليف خليل مطران، وفي الشريحة التالية إن شاء الله تعالى سنأتي ببعض المعلومات عن هذا الشاعر. القصيدة أولا، عليك أن تستمع إلي وأن تقرأ بعينيك. سمعت بأذن قلبي صوت عتب له رقراق دمع مستهل، تقول لأهلها الفصحى أعدل بربكم اغترابي بين أهلي؟ أنا العربية المشهود فضلي، أأعد اليوم والمغمور فضلي؟ إذا ما القوم باللغة استخفوا فضاعت، ما مصير القوم قل لي؟ يحاربني الأولى جحد جميلي، ولم تردعهم حرمات أصلي. وفي القرآن إعجاز تجلت، حلاي بنوره أسنى تجلي، وللعلماء والأدباء فيما نأت غاياته مهدت سبلي. فيا أم اللغات عداك منا عقوق مساءة وعقوق جهل، لك العود الحميد فأنت شمس ولم يحجب شعاعك غير ظلي. خليل مطران لقبه لقب بشاعر القطرين مصر ولبنان. مولده، ولد عام 1871 ببعلبك في لبنان. تعليمه، انتقل إلى المدرسة الكاثوليكية في بيروت، حيث تعلم اللغة العربية على أيدي أبناء أسرة خليل اليازجي. سافر إلى فرنسا ودرس الأدب الفرنسي، ثم هاجر إلى مصر عام 1902 من الميلاد. اشترك في الكفاح الوطني من أجل الاستقلال عن الدولة العثمانية، فتعرض لغضب السلطان وفر إلى باريس عام 1900، ومن أعماله كتاباته في التاريخ والفلسفة الأخلاقية، ترجم بعض المؤلفات الفرنسية إلى اللغة العربية. ننتقل بعد ذلك إلى أسئلة على النظام الحديث، على النص. اختر الإجابة الصحيحة، مرادف ما فوق الخط. أنا العربية المشهود فضلي، أأغدو اليوم والمغمور فضلي؟ ما مرادف؟ المشهود، المنتقى، المرموق، المعترف به، المحمود. الإجابة الصحيحة تتمثل في البديل الثالث المعترف به، أنا العربية المشهود فضلي، أي المعترف بفضلي. اختر الإجابة الصحيحة. مرادف ما فوق الخط، ما هو؟ إذا ما القوم باللغة استخفوا وضاعت، ما مصير القوم قل لي؟ عليك أيها الطالب الذكي أن تخمن المعنى أولا،
ما معنى استخفوا في هذه الجملة؟ إذا ما القوم باللغة استخفوا، هل استهانوا، انصرفوا، تراجعوا، جهلوا؟ أي الإجابات الصحيحة؟ استهانوا الإجابة الأولى أو البديل الأول. إذا ما القوم باللغة استخفوا أي استهانوا؟ هذا سؤال مهم للغاية عزيز الطالب وأنت عزيزات الطالبة، اختر الإجابتين الصحيحتين، يكون لديك بدائل 5 تختار منها إجابتين صحيحتين، وهذا سؤال مهم للغاية. إذا ما القوم باللغة استخفوا فضاعت، ما مصير القوم؟ قل لي ما فوق الخط على الترتيب، نقط ونقط، ما الأولى وما الثانية؟ ما الأولى أو الثانية زائدة موصولة نافية شرطية استفهامية؟ أولا تركز في الأولى وتحاول أن تختار البديل الصواب. إذا ما القوم باللغة استخف، ما هنا؟ هل هي زائدة أم موصولة بمعنى الاسم الموصول الذي، التي، اللذان، الذين، اللتان، اللي أو اللاتي؟ أم هي نافية تنفي؟ أم هي شرطية تشترط ويأتي بعدها فعل الشرط وجملة جواب الشرط؟ أم هي استفهامية تسأل؟ الإجابة الصحيحة إذا ما القوم باللغة استخفوا، ما هنا زائدة، تستطيع حذفها، تستطيع أن تقول إذا القوم باللغة استخف. ننتقل إلى ما الثانية، فضاعت، ما مصير القوم؟ قل لي. نعم هنا واضحة من الأسلوب. نعم ما الثانية استفهامية، هي تسأل ما مصير القوم؟ قل لي. هذا سؤال مهم للغاية. ننتقل إلى سؤال آخر، اختر الإجابة الصحيحة أيضا. تقول لأهلها الفصحى أعدل بربكم اغترابي بين أهلي، ما نوع صورة البيانية في قوله تقول لأهلها الفصحى؟ هل كناية عاصفة، استعارة تصريحية، مجاز مرسل، استعارة مكنية؟ الإجابة الصحيحة تتمثل في البديل الأخير، استعارة مكنية، حيث شبه اللغة العربية كأنها فتاة تتحدث، نعم، وكأنها فتاة لها أهل تخاطبهم. اختر الإجابة الصحيحة، ما نوع البديع في البيت الثاني؟ وأتى إليك بأبيات 3، سمعت بأذن قلبي صوت عتب له رقراق دمع مستهل، تقول لأهلها الفصحى أعدل بربكم اغترابي بين أهلي، أنا العربية المشهود فضلي، أأغدو اليوم والمغمور فضلي؟ البيت الثالث، أنا العربية المشهود فضلي، أأغدو اليوم والمغمور فضلي؟ ما نوع البديع؟ البديع المحسن البديعي، يسأل عن المحسن البديعي، هل استعارة مكنية، تصريع، طباق، ثورية؟ أعزائي الطلاب عليكم بالتفكير جيدا ثم الاختيار. البعض قال إنها استعارة مكنية، الاستعارة المكنية من أنواع الصور البيانية وليست محسنا بديعيا. أما الإجابة الصحيحة تتمثل في الطباق، بين ماذا؟ بين المشهود والمغمور. التوضيح، هناك طباق الإجابة بين المشهود والمغمور، المشهود أو المعروف أو المشهور أو المعترف به، المغمور، المغمور هو الخفي الذي لا يرى أو لا يعرف. ما رأيك عزيز الطالب في قراءة البيت أنا العربية المشهود فضلي؟ ألا تكون القراءة صحيحة؟ نعم هي صحيحة 100%، وتكون العربية هنا، تكون العربية هنا مختصا، أنا العربية المشهود فضلي مبتدأ وخبر، أنا العربية تكون منصوبة على الاختصاص. ننتقل إلى سؤال آخر، ما نوع الأسلوب
وما غرضه؟ هو يضع خطا تحت عبارة معينة ويسألك أن تختار إجابتين صحيحتين. هو يسأل عن الأسلوب في قوله: أعدل بربكم اغترابي بين أهلي؟ فله الأسلوب، هل هو إنشائي غير طلبي أم إنشائي طلبي أم خبري؟ هل غرضه التحسر أم الاستنكار؟ ننتقل أولا إلى نوع الأسلوب. أعدل بربكم اغترابي بين أهلي هو سؤال، السؤال الاستفهام من أي أنواع الأسلوب، هل هو إنشائي أم خبري؟ إجابة صحيحة، هو أسلوب إنشائي طلبي. نعم، الأسلوب الإنشائي الطلبي كما تعرفون جميعا هو ينقسم إلى أمر، نهي، استفهام، تمني، النداء. أما الإنشائي غير الطلبي هو رجاء، مدح، ذم، قسم، تعجب، كامل خبرية، صيغ العقود وأسلوب التوجع. ما غرضه؟ هل التحسر أم الاستنكار؟ الإجابة الصحيحة الاستنكار. إليك عزيز الطالب التوضيح. أعدل بربكم اغترابي بين أهلي هو أسلوب إنشائي طلبي، نوعه استفهام وغرضه الإنكار أو الاستنكار والنفي والرفض. فنوع الأسلوب وغرضه أيضا. أغدو اليوم والمغمور فضلي هو سؤال أيضا. فنوع الأسلوب وما غرضه؟ نعم، هو إنشائي طلبي لأنه استفهام. ما غرضه؟ ما غرضه؟ الغرض هنا، الغرض هنا التحسر. أغدو اليوم والمغمور فضلي أسلوب إنشائي طلبي، نوعه استفهام وغرضه التحسر والإنكار والتقريع والتوبيخ. ما وسيلة التوكيد الشائعة في الأبيات؟ هذا سؤال مهم للغاية وعليك أن تكون دقيق الملاحظة. الأبيات: سمعت بأذن قلبي صوت عتب له رقراق دمع مستهل، تقول لأهلها الفصحى: أعدل بربكم اغترابي بين أهلي، أنا العربية المشهود فضلي، أغدو اليوم والمغمور فضلي. ما وسيلة التوكيد الشائعة في الأبيات؟ بما أكد الشاعر أسلوبه أكثر من غيره؟ هل بتعريف المبتدأ والخبر، بالتقديم والتأخير، بالتوكيد اللفظي أم التأكيد بالحرف؟ لماذا تأخرت إجابتكم هذه المرة؟ هل نعم عليك أن تطبق هذه البدائل على الأبيات. هل يوجد تعريف المبتدأ والخبر؟ نعم، أنا العربية المشهود فضلي، على اعتبار العربية خبر للمبتدأ، على اعتبار العربية خبرا للمبتدأ. نعم، هل التقديم والتأخير؟ نعم. هل يوجد توكيد لفظي؟ لا يوجد توكيد لفظي، والتوكيد اللفظي كما تعلمون هو تكرار اللفظ اسما أو فعلا أو جملة أو حرفا للجواب فقط. التأكيد بالحرف، حروف الجر الزائدة من والباء والكاف بشروطها، هل توجد؟ لا توجد هنا. إذن لدينا بديلان. الإجابة الصحيحة نعم، التقديم والتأخير. في ماذا؟ سمعت بأذن قلبي صوت عتب، هنا يقدم الجر والمجرور والمضاف إليه على المفعول به. سمعت تاء الفاعل، سمعت صوت مفعول به، إذن يقدم بأذن قلبي على صوت. له رقراق، رقراق مبتدأ مؤخر، واجب التأخير لأنه نكرة، إذن يقدم الجر والمجرور على المبتدأ. تقول لأهلها الفصحى، تقول الفصحى لأهلها، يقدم الجر والمجرور على الفاعل. عدل اغترابي بربكم هو يقدم القسم، نعم، على خبر المبتدأ، عدل اغترابي بربكم كذلك. إذن الوسيلة الشائعة هي التقديم والتأخير. اختر الإجابة الصحيحة، مرادف ما فوق الخط على الترتيب. إذا ما القوم باللغة استخفوا
فضاعت ما مصير القوم قل لي يحاربني الأولى جحد جميلي ولم تردعه حرمات أصلي وفي القرآن إعجاز تجلت حلايا بنوره أثنى تجلي. ما مرادف استخف لو كنت معي عزيز الطالب ولو كنت معي عزيزات الطالبة لعرفتي أن استخف قد جاءت في هذا العرض. ما معنى استخف؟ نعم استخف أي استهان. ما مرادف حلاية وفي القرآن إعجاز تجلت حلاية؟ ما معنى حلاية؟ نعم حلاية أي محاسني. نعم أحسن الله إليكم جميعا، إجابة صحيحة. ننتقل إلى سؤال آخر، ما علاقة ما فوق الخط بما قبله؟ إذا ما القوم باللغة استخفوا فضاعت، ما مصير القوم قل لي؟ ما علاقة فضاعت بما قبلها؟ هل توضيح، نتيجة، تعليل، تفصيل؟ عليك بالتفكير جيدا. إذا وضعت كلمة علشان أو من أجل قبلها إذا هو تعليل، إذا وضعت كلمة والنتيجة كذا فهي نتيجة. التوضيح عندما يأتي بشيء مبهم، التفصيل عندما يأتي بإجمال. ما العلاقة هنا؟ هنا إذا ما القوم باللغة استخفوا فضاعت، ضاعت جواب الشرط، وجواب الشرط جواب الشرط نتيجة. أين تجد معنى جزاه جزاء سنين مر؟ هل وفي القرآن إعجاز تجلت حلاية؟ أم القوم باللغة استخفوا فضاعت؟ أم يحاربني الأولى جحد جميلي؟ أم ضاعت ما مصير القوم قل لي؟ عليك أن تفكر جيدا، ولكن هذا السؤال سؤال مركب، عليك أن تعود إلى معنى المثل جزاه جزاء سنين مار. هل تتذكره؟ هل تتذكر بالمغزى عندما قام خليفة أو أمير وطلب إلى أحد المهندسين الفارسيين أن يبني له قصرا عظيما لم يرى مثله قط، وبعدما بناه له وجاء آية وتحفة معمارية رائعة ماذا فعل؟ ألقاه من فوق القصر فمات. إذن هو يقابل الحسنة بالسيئة. ما البديل الصواب هنا؟ نعم البديل الثالث هو الصحيح، يحاربني الأولى جحد جميلي. إذن هي اللغة العربية لها جميل عليهم ومع ذلك يحاربونها بعدما أنكروا جميلها، كما أنكر الخليفة أو الأمير فضل ذلك المهندس وقابل عمله العظيم بأن أساء إليه. ننتقل إلى سؤال آخر، ما العنوان المناسب؟ وللعلماء والأدباء فيما نأت غايتهما هت سبلي، فيا أم اللغات عداك منا عقوق مساءة وعقوق جهلي، لك العود الحميد فأنت شمس ولم يحجب شعاعك غير ظلي. هل اعتذار وأسف؟ العربية تمهد السبل للعلم والأدب، فخر واعتذار وتفاؤل، أمنية بعودة اللغة لعزها. نعم البديل الثالث أيضا هو الذي يتمثل فيه العنوان، وإليك التوضيح. العنوان الأكثر دقة هو الذي يعبر عن كافة المعاني تقريبا أو يعبر عن المضمون الأساسي للأبيات. تختار الإجابة الصحيحة. بما يرد الشاعر على أن اللغة العربية تصلح للعلم، بما يرد الشاعر على من يقول إن اللغة العربية لا تصلح للعلم، وللعلماء والأدباء مهدت سبلي، لك العود الحميد فأنت شمس، فيا أم اللغات عداك منا عقوق مساءة، لم يحجب شعاعك غير ظلي. البعض يقولون إن اللغة العربية لا تصلح للعلم بأن يدرسوا علومهم في أي علم باللغة الأجنبية، ويحاولون خطأ ويخطئون إلى اللغة العربية بأن يقولوا إن اللغة العربية لا تصلح
للعلم. بما رد عليه شاعره هنا البديل الأول، الإجابة تتمثل في قوله: وللعلماء والأدباء فيما نأت غايتهما هت سبلي، أي أن اللغة العربية تمهد الطرق للعلماء والأدباء، أي للعلم والأدب. اختر الإجابة الصحيحة. ما المغزى الضمني لما فوق الخط؟ لك العود الحميد فأنت شمس، ولم يحجب شعاعك غير ظلي. ماذا يقصد بقوله ولم يحجب شعاعك غير ظلي؟ نور اللغة العربية ظاهر، جمال اللغة العربية باهر، أزمة العربية سريعة الزوال، اللغة العربية كالشمس. ولم يحجب شعاعك غير ظلي، ماذا يريد؟ ما المغزى الضمني؟ ما الذي يريد أن يوصله إليك من قوله ولم يحجب شعاعك غير ظلي؟ نعم، أزمة اللغة العربية سريعة الزوال. لماذا؟ هو يقصد ماذا؟ ماذا يريد أن يوصل لك؟ يقول للغة العربية بعدما شبهها بالشمس: لم يحجب شعاعك غير ظل، الظل سريع الزوال كما تعلم، وستعود اللغة العربية إلى مجدها. ما نوع الصورة؟ اختر الإجابة الصحيحة. أقرأ الأبيات حتى ترد إلي إجاباتكم: وللعلماء والأدباء فيما نأت غايتهم مهدت سبلي، فيا أم اللغات عداك منا عقوق مساءة وعقوق جهل، لك العود الحميد فأنت شمس ولم يحجب شعاعك غير ظلي. أنت شمس، ما نوع الصورة البانية هنا؟ نعم، هو تشبيه بليغ، أنت المشبه وشمس المشبه به. نعم، انقد ما فوق الخط. لك العود الحميد فأنت شمس ولم يحجب شعاعك غير ظلي. تدل على ضرورة عودة اللغة العربية، تدل على عودة اللغة في أفضل حالاتها، تدل على قرب عودة اللغة العربية، تدل على حب الشاعر للغة العربية. النقد أعزائي الطلاب هو تمييز الجيد من الرديء كما تعلمون، أي يقول إن العبارة صحيحة أو جميلة أو جيدة، ولكن يذكر السبب، يقول إن العبارة غير ذلك، وأيضا يعلل اختياره. النقد تمييز الجيد من الرديء. نعم، البديل الثاني تدل على عودة اللغة في أفضل حالتها، لك العود الحميد. إذن يتمنى عودة اللغة العربية عودا حميدا. اختر الإجابة الصحيحة. ما عاطفة الشاعر السائدة في النص؟ هل التحسر والتوجع، الحزن والألم، الحب والاعتزاز، أم اليأس والقنوط؟ نعم، الحب والاعتزاز هي العاطفة السائدة في النص. اختر الإجابة الصحيحة. فيما تمثلت الموسيقى الخفية في الأبيات؟ هل الوزن الواحد والقافية الموحدة، حسن التقسيم والقافية المناسبة، التصريع في البيت الأول، انتقاء الألفاظ وترابط الأفكار وجمال التصوير؟ أعزائي الطلاب، البدائل الثلاثة الأولى هي مظاهر للموسيقى، ولكن ليست الخفية، الموسيقى الظاهرية أو الظاهرة التي نسمع جرسها الموسيقي. أما الموسيقى الخفية فتمثلت في الأبيات في انتقاء الألفاظ وترابط الأفكار وجمال التصوير. الإجابة الصحيحة. من مظاهر الابتكار في النص: هل جمال التصوير والاعتماد على التشخيص، سهولة الألفاظ وفصاحتها، استخدام لغة الحوار، عمق المعاني والفكر؟ نعم، أحسنت، استخدام لغة الحوار. تقول لأهلها الفصحى: الحوار هنا من مظاهر الابتكار في النص. ما غرض الأبيات؟ العتاب، الوصف، المدح، الرثاء؟ نعم، إجابة صحيحة، العتاب. والجديد هنا أن اللغة العربية هي التي تعاتب، هي المعاتب. اختر الإجابة الصحيحة. وازن بين البيتين من حيث المعنى. اقرأ بعينيك سريعا لتستطيع الإجابة، لأننا على وشك الانتهاء من الحلقة. اقرأ
وتأمل جيدا، نعم تشكو العربية من الغربة في البيت الثاني بينما تنعي نفسها في البيت الأول. وازن أيضا بين البيتين من حيث الأسلوب. نعم إجابة صحيحة، البيت الأول أسلوب خبري والثاني نوع بين الخبر والإنشاء، يتضح ذلك في اعتماد الشاعر على الأسلوب الخبري الذي يحتمل الصدق أو الكذب، وألفاظه تجد فيها زمن الماضي في البيت الأول، رجعت، اتهمت، ناديت، احتسبت. أما في البيت الثاني فلقد نوع الشاعر بين الخبر في قوله تقول الآلهة الفصحى، وبين الأسلوب الإنشائي في الاستفهام أعدل بربكم واضطرابي بين أهل. وازن بين البيتين من حيث التصوير، اقرأ بعينيك جيدا وحاول أن تجيب سريعا. البيتين بهما صورة ممتدة. نعم، الصورة الممتدة هي أن يأتي بتشبيه أو استعارة ويصور بعد ذلك، يأتي بصور، يعني بماذا؟ هي صورة ممتدة. اللغة العربية كالمثال تقول لأهلها، شبهها بإنسان يقول وكأنه إنسان له أهل، إذن المشبه واحد وهو اللغة العربية، ويأتي بصور بعد ذلك ويسمى ترشيحا أيضا. نعم، أي صورة ممتدة. على ما اعتمد الشاعران لتأكيد فكرتيهما على الترتيب. نعم، الأول اعتمد على المقدمات والنتائج، والثاني اعتمد على الطبق. رجعت لنفسي، النتيجة اتهمت حصاتي. ناديت قومي، النتيجة احتسبت حياتي. أما في البيت الثاني اغترابي وأهلي بينهما طبق. تجد معنى البيت في أي من البدائل، اقرأ بعينيك بينما أقرأ لك البيت. وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. الإجابة الصحيحة نعم، البديل الأول. وفي القرآن إعجاز تجلى حلايا بنوره أثناء تجلي. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، وأخص الصف الثاني الثانوي، كنت معكم دكتور مسعد عبد الرحيم المحرض، خبير اللغة العربية والمناهج الحديثة بإدارة سلسلة الليالي التعليمية بالمنوفية.